إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. الجلوس لفترات طويلة بيضطر لي ناس كتير بسبب طبيعة العمل، زي الوظائف المكتبية، استخدام الكمبيوتر في العمل لفترات طويلة. كل دي حاجات بتضطرنا للقعاد لفترات طويلة علشان نتجنب مضاعفات القعدة الطويلة على العظام والفقرات. تذكر جيدا هذه النصائح. أولا، أضبط ارتفاع الكرسي بتاعك بحيث تكون الأقدام مستقرة على الأرض أو على مسند القدمين. حافظ على مفصلين الركبة دايما في وضع الزاوية القايمة 90 درجة، وخلي في مسافة صغيرة حوالي 10 سنتي أو 15 سنتي بين مؤخرة الركبة ومقدمة المقعد. خلي فيه وسادة صغيرة خلف أسفل الظهر. تأكد من أن الجزء العلوي من الشاشة اللي انت شغال عليها عند مستوى عينيك أو أقل بقليل. تجنب ثني العنق لفترة طويلة، خلي عنقك دايما مستقيمة. حافظ على استقامة العنق في وضع رأسي بمحاذاة ظهرك، وخلي الأكتاف في وضع مريح رأسي، وساعدي الذراع في وضع أفقي على المكتب موازي للأرض. ما تنساش تاخد راحة كل فترة من القعدة الطويلة، قوم اقف أو اتمشى لمدة دقايق وارجع كمل شغلك تاني. فاصل وهنعرف معلومة كمان. حدوث التهاب حاد في الحلق من الأمراض الشائعة جدا، خاصة في فصل الشتاء مع التعرض لنزلات البرد بسبب عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية. وعادة التهاب الحلق ده بيتعافى في خلال أسبوع أو 10 أيام بالكتير، لكن بعض الناس بتتكرر عندهم الإصابة بالتهاب الحلق مرات عديدة، وده بنسميه التهاب الحلق المزمن. وده بيكون ليه أسباب كتيرة، منها الحساسية المزمنة في الممرات التنفسية، ارتجاع حمض المعدة أو المريء، السكن قرب مناطق صناعية فيها ملوثات للهواء، أو اللي عنده مناعة ضعيفة وبيتتكرر عنده التقاط العدوى الميكروبية بالفيروسات أو البكتيريا، المدخنين والمدخنين السلبيين يعني كثرة التعرض لدخان السجاير. كل دي حاجات ممكن تعرضك لالتهاب مزمن في الحلق. علشان تحمي نفسك من تكرار التهاب الحلق المزمن في فصل الشتاء، تجنب أولا مخالطة المرضى أو اللي عندهم أعراض نزلات برد. تجنب مشاركة أدوات الطعام والشراب. حافظ على عادات النظافة السليمة وغسيل الأيدي جيدا بصفة مستمرة. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.